نظمت جمعية أمنية طفل حفل عيد الأضحى المبارك السنوي. في مبادرة أعيادنا تتحقق الأمنيات، وذلك بحضور أطفال الجمعية وذويهم. وتعد هذه الاحتفالية السنوية أحد أهم الاحتفالات التي تهدف إلى إسعاد الأطفال المنتسبين للجمعية من ذوي الدخل المحدود والمرضى والأيتام. التفاصيل مع الزميلة إيمان شرف. جميل أن يرسم أملا في سماء من فقدوه، والأجمل أن تتقن لغة الشعور فهي الأقرب إلى قلب البشر، والأهم أن يعنون هذا العمل النبيل كي يقال لا يزال في الإنسان فؤاد ينبض. جمعية أمنية طفل في مبادرة أعيادنا تتحقق الأمنيات، يجد الخير ضالته فيها ويتسع، فهي من تسعى سنويا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك بـ500 طفل من منتسبي الجمعية، هم من ذوي الدخل المحدود والمرضى والأيتام. احنا تعودنا طبعا في أعيادنا ان احنا نحتفل احتفالات تكون نطلع اليهال لأنسهم، ولكن في أسر يصعب عليها انها يتفرح اليهال، فهذه اليوم احنا بالنسبة لنا ينتظر مو بس الصغير، حتى الأهل ينتظرون بفارق الصبر لإسعاد أطفالها من ذوي الدخل المحدود، الأيتام، المرضى. احتفال كبير احنا نعتبره برعاية كريمة من سموه، فيه فرحة كبيرة، فيه تغيير جو، كل سنة نحاول نحن نغير لهم الألعاب والمفاهيم والفكرة بحيث أنها تتنوع وتكون لهم فكرة جديدة حالهم حال الأطفال من الأسر الثانية اللي المرفهة، فتحس أنهم كلهم سواسية. احتفال جمعية أمنية طفل بعيد الأضحى المبارك ينظم كل عام ليستهدف إسعاد الأطفال المنتسبين للجمعية، فيما قد تبنى سمو رئيس الوزراء الموقر الوالد الحنون الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة دعم الجمعية ومتابعتها شخصيا، فسموه بفيض حبه وعطائه حريص على أن يكون للطفل البحريني أنشطة متخصصة لتسعد الأطفال في مختلف المناسبات، وعلى أن يختلط الأطفال الأصحاء والمرضى منهم ليتقاسموا الفرحة فيما بينهم. المكان يعني والأطفال مستانسين، المكان حلو وتغيير عليهم جو، حق المبادرات طيبين، ونشكرهم على ذي العمل الزين والمبادرة وايد طيبة. أشكر الجمعية على مبادرتهم الجميلة. أنا كل مرة آي بعيالي يستانسون ويدش الفرح في قلوبهم. احنا استانسنا وضحكنا واستمتعنا، وبعد احنا لعبنا في بلاي ستيشن، لعبنا في شنو موس قرايدة شيء، لعبنا في الترين، لعبنا كل مكان، صرنا نسمع لأصدقائنا، واحنا كل سنة نيجي. أنا استانست مني ولعبت وايد وعندي وايد صديقات، وبعد وايد مرة ثانية مني وبلعب واستانس. أنا استانست، لعبت وايد ألعاب، أول شيء لعبت البل رايدنج، وبعدين أنا لعبت الباسكتبول، وبعدين لعبت في الجامبينج كاسل. شمل هذا الحفل العديد من الألعاب الترفيهية والمسابقات، فهو حفل ينتظره الأطفال من منتسبي الجمعية كل عام بفارغ الصبر ليتشاركوا الفرح والبهجة فيما بينهم في يوم جميل مميز يستقبلونه بلهفة المشتاق. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.